عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، واهلا بيكم وفيديو صباحي جديد وصباح الدايت من مكان جديد، مكان مفرحني الحمد لله بفضل الله. فتحنا مقرنا الجديد في اسكندريه، ومناسبه ان احنا فتحنا المقر الجديد هتكلم النهارده عن الارق. ايه ده؟ ايه العلاقه؟ لا طبعا علاقه وثيقه جدا، لانه الارق ليه علاقه بالضغط العصبي. كل ما بنبقى مضغوطين ودماغنا مش بتفصل، كل ما بننامش. وقله النوم ليها علاقه بالوزن، وليها علاقه بالمشاكل الصحيه والمشاكل النفسيه. فبما ان انا ما بنامش لحد امبارح، ما كنتش بنام، لازم اكلمكم عن الموضوع ده، لان في كلام وقولان كتير جدا عن ازاي انام كويس، وهل للنوم لازمه اصلا ولا لا. طبعا النوم مهم جدا جدا جدا، وليه علاقه بالوزن والصحه عموما، لانه اثناء النوم المفروض انه بيفرز الجروث هرمون او هرمون النمو، وده بيحافظ على الحاله الصحيه بتاعه الجسم والتعافي ومقاومه اي امراض ممكن يكون الجسم معرض ليها. ده طبعا في البالغين، غير طبعا فايدته في الاطفال. كمان النوم مهم عشان الحرق، لان انا جسمي لازم يفصل ويهدى ويرتاح عشان يعاد تشغيله في الصباح، ولازم النوم يبقى بالليل ويبقى بقدر ساعات معينه على حسب كل واحد فينا واحتياجاته. طيب لو ما بنامش او بنام متقطع، ده ممكن يؤدي ايه؟ ياثر على الحرق طبعا، ويؤثر على الحرق مما يؤدي لاني اطخن، او يحصل لي مقاومه انسولين او سكر او ضغط عالي، او مشاكل كبيره جدا صحيه ومنها مشاكل نفسيه زي الاكتئاب وزي القلق المزمن. طيب في كلام كتير جدا عن الارق وان انا ما بنامش، تعالوا نتكلم عن بعض الخرافات وبعض الحقائق عن الموضوع ده. اول حاجه يقول لك ايه بقى؟ خلي بالك من المشروبات اللي قبل النوم. انت ممكن تشرب مشروبات مهدئه، او تاخد لك اي حاجه بتحبها زي الحاجات اللي فيها كافيين قبل النوم، بحيث ان انت تهدى وترتاح. الكلام ده مش مظبوط خالص، لانه لو خدنا اي حاجه فيها كافيين قبل النوم بفتره قصيره، ده بيؤدي الى الدايوريسز، او ان جسمي بيتخلص من الميه اللي بتبقى فيه، فممكن يصحيني كذا مره قبل النوم. ده غير ان هو بيصحصحنا وبيخلي الجسم والمخ مصحصح. فطبعا ما حدش يشرب كافيين متاخر. حاولوا يا جماعه بعد العصر ما تشربوش كافيين خالص. الحاجه اللي بعدها، اعمل تمارين هتنام، مش شرط، بالعكس. ده في بعض الناس لو عملوا تمارين اجريسيف او عنيفه قبل النوم، ده بيؤدي الى صحصحتهم لمده 6 ساعات. فنحاول قبل النوم بساعتين ثلاثه يكون اخر تمرين لينا، وما يكونش تمرين اجريسيف او عنيف. الحاجه اللي بعد كده، اتفرج على التلفزيون هتهدى وتنام، بالعكس. ده الاضاءه والدوشه اللي بتطلع من كل الالكترونكس بتؤدي الى ان الميلاتونين سكريشن او افراز الميلاتونين المسؤول عن ان احنا ننام بيبقى اقل، مما يؤدي ان احنا نصحصح. يعني نتفرج على التلفزيون ما بيخلصش التلفزيون، نفضل سهرانين فيه لحد الفجر. فارجو ان حضراتكم لو حابين ان انتوا تتفرجوا على حاجه او تسمعوا حاجه، بلاش نتفرج، نسمع، وحاجه تكون مهدئه زي ان احنا نسمع قران. في بعض الابلكيشنز بنسميها سليب ابلكيشنز، او ابلكيشنز اللي هي البرامج بتاعه النوم، بتبقى موجوده على الموبايلات، بتسمعنا حاجات بتهدي كده الاعصاب علشان ننام. في ناس تقول لك خد منوم يا عم، منومات خفيفه. الكلام ده غلط تماما، لانه ان انا استخدمها بدون استشاره طبيب ممكن يؤدي الى الاعتماديه، والاعتماديه تؤدي ان انا ما اقدرش انام غير بيها. اوعوا تعملوا كده يا جماعه، لازم استشاره طبيب في موضوع المنومات. ريجولار سليب سكيدجول بقى يعني ايه؟ يعني انا لازم انام بشكل منتظم في وقت معين كل يوم. في ناس تقول لك ايه، انا هقعد الويك دايز او ايام الاسبوع ما نامش، وفي الويك اند اللي هو نهايه الاسبوع هنام بقى وكسر الدنيا. بالعكس، الجسم لو عملت له قلبه كده من عدد ساعات قليل لعدد ساعات طويله، ده ممكن يخليه يسوء، الحاله بتاعته تسوء، لان هو مش عارف يبقى منظم، مش متعود على حاجه معينه. فالافضل ان احنا نحاول نثبت ساعات اليوم على مدار الاسبوع وناخد كفايتنا منها. في ناس تقول لك يلا ننام القيلوله هيتعوض. لا، برضو الناس اللي مشهوره بالارق لو نامت القيلوله اكتر من ثلث ساعه، خصوصا لو وقت متاخر ممكن ما تنامش، ده بيصحصحها، خدوا بالكم. لو هننام قيلوله ما نزودش عن ثلث ساعه ويبقى بدري. طيب في ناس تقول لك ايه، انت ممكن تتعلم ما تنامش، هتتعود يا عم هتتعود. الكلام ده غلط تماما، الجسم ربنا خلقه لازم يرتاح. مفيش حاجه اسمها ان انا هتعود على قله النوم، وكل واحد فينا ليه احتياجاته. لازم ننام، معظم البالغين من 7 لـ 8 ساعات يوميا، ويبقوا في ساعه بالليل مش الصبح، لانه ده الجسم محتاجه. في ناس تقول لك طب قوم بقى من السرير لما تلاقي نفسك مش عارف تنام، علشان قعدتك في السرير غلط ومش هتنيمك. الكلام ده مظبوط بقى، لو لقيت نفسك مصحصح في السرير ومش عارف تنام، بعد نص ساعه قوم، لانه ممكن يحصل ارتباط شرطي ما بين السرير والصحصحه. فالجسم كل ما يجي تقعده في السرير يصحصح، المخ يصحصح، يبقى احنا بعد نص ساعه نحاول نقوم من السرير، نعمل اي حاجه ريلاكسنج، او نعمل حاجه اسمها طقوس ما قبل النوم، او ناخد مثلا نشرب حاجه فيها لافندر، او نخش ناخد دش دافي. الكلام ده كله ممكن يساعدنا ان احنا نخش تاني في السرير وننام. طيب هل ممكن نتدرب على النوم؟ طبعا ممكن تتدرب على النوم زي البيبي بالظبط، اللي انت قبل النوم بتعمل له طقوس. ممكن ناخد دش دافي، ممكن ندهن جسمنا بزيوت معينه، باصوات بروائح معينه، بمناسبه الاصوات بروائح معينه، وده هيساعدنا جدا على النوم.
كمان في ناس تقول لك يا عم كله هيبقى كويس يعني انت اصبر على نفسك بس شويه كده وهتنام ان شاء الله. الكلام ده مش مظبوط. لو حضرتك موضوع عدم النوم ده مزمن عندك لازم تستشير طبيب، لانه ده ممكن يؤدي الى امراض كبيره بتوصل للسكته الدماغيه. ارجو ان حضراتكم تركزوا في الموضوع ده. النوم ما ينفعش يبقى ساعتين ثلاثه كل يوم ولا اربع ساعات متقطع، لازم تناموا وتاخدوا كفايتكم من النوم. ده لو ما بيحصلش بشكل مزمن نروح لطبيب عشان يعالجنا من ده. يا رب يقدرنا ان كلنا ننام، يا رب يقدرنا ان احنا نبقى صحتنا كويسه ونفرح كلنا، واشوفكم على خير وصباح الدايت وصباحكم زي الفل.